متابعين قناة شعل الآن نيشان الآن حنا كنتوجدوا في مقاطعة جامع مهبط جامع ابن بلداية كما كتشاهدوا هنا البث المباشر من مقاطعة الباهية ديال الملاح غير المستفيدين من هذا المبادرة الملكية ديال سيدنا ما مستفدينش من هذا كما كتشاهدوا هنا بلاد ديالهم وبلادهم ولادهم اخويا ناعسين تحت التراب حشومه باقي الدروكه الناس ناعسه في التراب ما كاين لا مأوى لا والو هذاك المأوى فيه الشماكريه وفيه السكيريه حشومه واش ناس بولادها والناس عندها الناس بولادها وثقافه سلميه وتبغى تعيش في هذيك المنطقه حشومه الناس هما فين ناعسين هما دابا دخل معايا دروك ما تنكذبش ونوريهم لك دابا في التليفون هما ناعسين دابا في الجرايبين وملي تمشيو عند المقدم تيقول لك انا ما عرفت والو حشومه تيقول لك انا ما عرفت والو واش هذا السلطه هذيك السلطه هي اللي قريبه لينا حشومه هذيك السلطه تاعت المقدم هي اللي قريبه لينا تيقول لك لا اقسم لك بالله الا قبضوا الناس ديالهم صحاح وقبضوا الفلوس وبدوك نوريهم لك بواحد بواحد نوريهم لك بواحد بواحد قبضوا الناس ديالهم صحاح حشومه هذا الشيء هذا وعيب ان شاء الله ما تيبغي الله لا يعبدوا كان عايشين في الخنز هنا دابا كندخلوا للدار ريبه وفيها الخنز ما تقدش تدخل ليها كيدخلوا لها الشماكيه يخسروا فيها وحنا كندخلوا لها نعسوا فيها ما لقيناش فين نمشيو والمقدم كيقيد اللي بغى الدار فيها اربعه خمسه سته كيقيد واحد وفيها اربعه وثلاثه وتقيدوا بالوجهيات وحنا كنضيعوا ولادنا كيضيعوا ولادنا كيضيعوا عندي ولدي بوليداتو ما كيبان مسكين الحيوط لا مدرسة لا ملجأ فين يكون لا حتى حاجة كيضل المسكين يبات تحت الحيوط والصباح يتساقط تحت الحيوط راه حرام هادشي عيب راه هادشي عيب وحرام راه كندويو على حقوقنا راه ما بغينا منهم والو يعطونا حقوقنا اللي عطانا سيدنا الله ينصرك حنا راه ما عمرهم سمعونا حتى شي هاد السجاد ما عمرهم سمعونا رجع لسان أحد المتضررين متابعين نيشان الآن كما كنشاهدوا هو اللي خرجنا حنا الشارع محشومة هادشي هذا راه عيب السلام عليكم خويا دابا المشكلة وحق الله إلا ما غضنا بالثقة الدبابي صغار مغضوا بالثقة الناس كبار مغضوا بالثقة بديك الغبرة ودابا باقيين قاعدين فيها وش إن شاء الله إلا جات هي شي شتا وحق الله الا تيموت بلاد تولي ربي صرف وحق ربي تيموت بلاد لحقاش نعسين عباد الله نعسين تحت الردم ولا هودات الششته الله يحفظ احنا بينا ديك الشتا ولكن الا هودات كاين عباد الله تدعي كاع ما تجي الشتا خلاص وحق الله خايفه حنا الشتا بيناها والله ما بيناها تقهرنا قهرونا اقسم لك بالله عون السلطه قهرنا قهرنا القايده قهرونا هاد الناس هادو قهرونا لا لكم ولا بالله جابوا الديار تشوفوا داري تريب عليا هنايا وما مازال ما دار معنا لا حل والو لا اله الا الله حنا بغينا حل من غير سيدنا هو اللي بغينا يجي يشوف هاد المعزله اللي دايرين بين هاد الناس سيدنا الله يعاوننا عاش النبي عاش النبي عايشيني في الدور حشومه راه عيب راه هادشي هذا راه ما تيبغيش الله لا عبدو سمعت بالله العلي العظيم السلام عليكم معكم ديدي من ساكنه الملاح هاد الناس هادو ما دارو حتى شي حل مع السكنه ديال الحي استبدت شي 20 الناس اللي استبدت دوك اللي ما عندهمش لا ضرر لا خساره لا والو
خارجين هنا كذلك غادي نشوفوا احنا مباشره من لا على البث المباشر متابعي القناة نيشان الآن كما كتشاهدوا مسيرة هنا بين واخا واخا مالكنا اللي بغينا واخا لا واخا كما كتشاهدوا متابعي القناة ديالنا تتجدوا هنا في قطعة الباية واخا 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 لعبة المباشر من مدينة مراكش نعم لا لا بغيت نهضر السلام عليكم ورحمة الله خويا أنا بنت شيشاوة ولكن كنسكن هنا في الملاح جيت عند القايدة قلت لها قيديني وعندي واحد جوج لوليدات في الخيرية خصني أنا اللي هبوني وعندي شوي كارية الله اللي عالم بيا خويا راه حوايجي عند الجيران الله عالم وبغيت الله يشد لي حقي وعندي صاحب الجلالة الله ينصرو يشد لي حقي والله يرحم الوالد ديالك عاش الملك سير 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 حط كما كتشاهدوا واحد التجول كبير هنا بمدينة مراكش كما كتشاهدوا احنا المباشر هنا من مقاطعة الدهية من الله كما كتشاهدوا المباشر شادي الله يكون في العوان باش يستيو خمسة الناس ولا أربعة وتحاوروا مع القايدة بلا غوات بلا والو وكل حومة تجيب أربعة الناس ولا خمسة يتحاوروا مع القايدة وهي هذه توضح لهم شكرا كما جاء لسان أحد المتضررين احنا لازم نخدم المباشر هنا من البداية